اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي خلال هذه السفريه خد تقريبا 28 لاعب معاه، كل اللاعبين المصابين اللي بره القايمه. الحقيقه لما تبص للموضوع من جانب هتبص له ان هو كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي قرر ان كل اللاعبين واداره الكره في النادي الاهلي قررت ان كل اللاعبين يسافروا عشان شيء واحد بس، الكل يدعم ويساند. الدعم والمسانده هي الفصل في هذا الوقت. الحقيقه احنا دلوقتي ما حدش فينا هيتكلم في اي شيء، دائما لما نيجي نتكلم هنتكلم في دعم ومسانده. محمد محمود مسافر، بيكم انا اسف، كريم نيدفيد مسافر، كل اللاعبين اللي حتى كانوا مصابين واللي بره القايمه متواجدين مع فريق النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا شايفينه وهو ده اللي احنا عايزينه يحصل خلال الفتره الثلاث ايام اللي جايه، الدعم والمسانده الواجبه لكل او من كل جمهور النادي الاهلي لكل اللاعبين.